السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كنتمنى تكونوا بأحوال طيبة. اليوم بإذن الله غنديروا واحد التحلية سهلة مهلة. كناخدو 5 ديال العلب من هاد البسكوي، أي نوع عندك. عندنا 3 ديال الموزات، وعندنا هاد لاكريم هادي ديال هولالا، كريم فريش ديال هولالا. اللي ما عندكش استعملي كريم شونتي، طلعيها مع كأس ديال الحليب يكون مجمد. أنا يلاه خرجتها من المجمد باش تطلع معايا بالزربه ما تمحنيش. صراحه هاد التحليه هادي سهله وسريعه وفي نفس الوقت لذيذه بزاف. هاني كنطلع فيها، ما كتاخذش لينا الوقت بزاف، سهله بالزربه كطلع. كما قلت لكم اللي ما عندهاش هاد هولالا تستعمل لاموس مع كاس ديال الحليب، تستعمل الكريم شونتي حتى هي البودره ديال الشونتي. صافي هي طلعت لينا لا كريم هنايا. غادي نزيد واحد الخفقه صغيره واحد باش طلع مزيان. بصراحه هاد الهولالة الصغيره كتخرج ليا 5 ديال الكيسان. بغيتو تستعملوا كميه اكثر استعملوا هذيك ديال الليتر هذيك الكبيره. غادي نحطها، غادي نديرها في الجيب الحلواني، واللي ما عندهاش الجيب تستعمل غير بلاستيكه. عندنا البيسكوي هنايا غادي نطحنوا في الهاشوار، واللي ما بغاتش تطحنوا في الهاشوار غير ديروا بين جوج بلاستيكات وتضربوا بالمدلك، حيت حنا الغرض ديالنا يبقى حنا غير غادي نهرمشوه، ما غاديش نطحنوا على شكل بودر، حنا غير غادي نهرمشوه باش يبقى فاش تجي تاكلي تحسي بالحبيبات ديال البيسكوي. بغيتي تطحنيه بزاف طحنيه، مهم انا من المستحسن المفضل عندي يبقى على شكل حب، يبقاو لي مورسو ديال البيمو ديال سميتو ملي تجي تنضغي تاكليهم. هانتوما شفتو غادي ندير معاها جوج معالق كبار ديال الزبده دايبه فقط، ما بغيتهاش تجي، ما بغيتوش يجي مفزق بزاف بالزبده. صافي غادي نحرك هنايا، معجبت من حطيتها تسخن في الفران، استعملتها غير الفران كنت طالقه سخون ودخلتها حتى دابت. كما قلت لكم ما بغيتش نقوي الزبده باش ما تجينيش المذاق ديال الزبده طاغي. من بعد ما حركته كناخذوا هاد الكيسان، ناخذوا جبيبنات، انا بغيت نستعملهم فرديين. بغيتي تستعمليهم في مول كبير تستعمليهم تيجي رائع ويجي جميل. صافي كنضغطو غير بشويه على البسكوي ديالنا. غادي نحطو الطريفات ديال البنان، ما نقولش لكم المذاق ديالو كي تيجي مع البنان كيتواتى بزاف. هاد البسكوي مع البنان كيجي لذيذ 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 لذيذ، جربوه وفرحوا به الوليدات ديالكم وديروا حتى للضيوف حتى هما. نديروا حتى تحليه في رمضان للسحور بحال هكا ولا الفطور. صافي كنبدا ندير هاد كيما قلت لكم اللي ما عندهاش هاد الجيب الحلواني غير تستعمل بلاستيكه. صافي غادي نديروا طبقه ديال لا كريم، غادي نستعملوا البنان ونستعملوا البسكوي. كيما قلت لكم البنان كيتواتى بزاف مع هاد البسكوي، هذا كيجي جميل بزاف. كنضغط بحال هكا، مشى ليا المقطع الاخر، مشى نسيت ما دخلتوش في المونتاج ولكن ماشي مشكل. كنتمنى الفكره تكون وصلت لكم. غادي نديروا البنان بحال هكا، كما قلت لكم البنان كيتواتى مزيان. بغيتوا ديروا فريز، بغيتوا ديروا اي نوع ديال الفاكهه استعملوه. انا كيجيني هاد البنان كيتواتى بزاف مع مع هاد البسكوي. غندير ليه بحال هكا، غندير ليه وندير لا كريم ديالي. كما قلت لكم تزيين عشوائي، ما كان خصناش نتبعوا شي قواعد ولا شي حاجه، غير هما فاش كيجيو في هاد لي فيغين كيجيو فرديين، كيجيو زوينين، كيجيو في الشكل وفي المنظر كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوه.
بصراحة ساهل تحضري في رمشة عين، ما عندوش الوقت. كما كتعرفوا راه كاينين تحليات بزاف، كاينين ديال الفلون، كاينين ديال عصير البرتقال، هادو ديال الكريم شونتي كيجي ولداد. غادي نديرو البنان، غنديرو طبقة أخرى ديال البسكوي، وفي الأخير غادي نزوقوه بلاكريم ديالنا، وغادي نستعملو فيه الفريز. الفريز كتزين، اللي ما عندهاش الفريز تستعمل أي فاكهة، أي فاكهة عندها، تستعمل التفاح، تستعمل الكيوي، تستعمل المونغ. هانتوما كتشوفو صافي. وغادي ندير هادوك الوريدات عشوائيين ديال الكريم شونتي، صافي، وكنقدموهم بحال هاد الشكل هذا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. كما قلت لكم ساهلين ماهلين، ما كياخذوش الوقت بزاف، اخر لحظه اخر لحظه تحضريهم. نكمل معكم هذا الكاس هذا، نزوقوا من الاله. الكويسات ديالنا من بعد ما كملتهم، غادي نقطع شويه الفريز وغادي نديرو من الاعلى. كنتمنىكم تجربوهم، كنتمنى الفكره ديال التحليه ديالنا تنال الاعجاب والرضا ديالكم. واللي تبعت معنا الفيديو حتى لهنا كنقول ليها ما تنسيناش بواحد جيم، ومع السلامه.